تزوجت عمري 19 سنة وزوجي 39. طبعا متزوج قبلي ثنتين ومطلقهم لأنه ما صار حمل، والحريم هم اللي طلبوا الطلاق لأن العيب من زوجي. طبعا واحدة بعمري ما رح ترضى بواحد أكبر منها ومطلق مرتين، لا وكمان ما يجيب أولاد. المهم أبوه سوى في أبويا معروف وبعدها جاء خطب، وأبويا وافق ردا للمعروف. تزوجت في بالي أني بطلق من أول سنة، لكن سبحان الله الإنسان ما يعرف فين الخيرة. بعد الزواج اكتشفت اني لو الف العالم ما بحصل مثله، وانه لازم احافظ عليه. حبيته وحبني، عشنا احلى سنين. مر على زواجنا سنه وسنتين وثلاث، كان كل اللي يشوفنا يقولون عرسان جدد. بعد رابع سنه بدا ابويا يحن علي، ما حملتي، ما تعالج زوجك، متى تتعالجون، هذا كذا في البدايه ومن غير ضغط. اما امي كانت تقولي شوف الدكتور فلان والدكتور فلان، وانا اقول لهم ايوه ابشروا ان شاء الله، ما ابغى ازعلهم. وانا اصلا ما فتحت زوجي بموضوع الاولاد نهائيا، ما ابغى اشرحه أو أحس بشيء لأنه ما يستاهل. وكان عندي يقين بربي إن ربي بيرزقني من الأطفال، وكنت كل يوم أوتر وأدعي، وكنت أصحي أوتر معايا. لما جاء يوم ذكرى زواجنا الخامس سويت حفلة صغيرة ونادت فيها أمه وأخواته. فجأة أمه تقول كم سنة؟ قلت أنا فرحانة 5 سنين وعقبال 100 سنة. قالت أمه إيه غيركم عندهم 5 عيال بالخمس سنين هذه. تفاجأت من كلمتها وهو جالس، بس جاها الرد مني وسريع. قلت إن شاء الله الله بيرزقنا ب10 عيال، ولما نجيك بتتأذين منهم ومن صراخهم وإزعاجهم. أقولها بضحك بس أبغى أمشي الموضوع، وأنا من داخلي محترقة، حرقتي كانت عليه، نظرة الانكسار بعينه. راحوا أهله وجلسنا لحالنا عشان نكمل الليلة. قال لي أنت تبغين 10 عيال؟ قلت الله اللي كاتبه أبغاه وراضية فيه. قال إذا تبغين عيال لا تجلسين معايا أكثر وبعدين تتركيني. والله قال هالكلام ودموعه نزلت، 5 سنين ما شفت دموعه، أول مرة أشوفه. قال بكرة بوديك لأهلك. جلست أبكي عنده وأقول له ما أبغى أهلي، ما أبغى شيء ثاني، خلاص أبغاك أنت، بعدين بتتركيني وتروحين. قلت له والله ما بروح، ما بتركك، معاك لآخر العمر. عد الموضوع وسويت نفسي نسيت السالفة ولا كأنه شيء صار. بعدها صار أبوي يضغط علي، تطلقي، ليش ما تتطلقين، شوفي زوجات الأولات تطلقوا وتزوجوا وجاهم عيال. قلت أبوي إذا تبغاني ما عاد أجيك كرر الموضوع هذا علي. قال لي بكرة تجيني تبغين الطلاق وبذكرك. قلت له بكرة بجيك وبيدي ولدي أو بنتي وأنا اللي بذكرك. وهنا تقفل الموضوع مع أبويا. بس أمي كانت دايما تنغزني وتتكلم وتقول فلانة حامل وفلانة ولدت، وما كنت أرد عليها. لما جاء يوم ذكرى الزواج السادس تكرر الموضوع علي وقال لي تبغين عيال خليني أطلقك وروحي في حال سبيلك وتوفقي. جلست أبكي عنده، قلت له ما أبغى عيال، إذا مو منك ما أبغاهم، وتسكر الموضوع. بعدها بأيام قالت لي صحبتي في دكتور عندكم في الرياض وتمدحه وتقول إنه فك كم حالة عقم. رحت أنا وحجزت عنده بدون ما أقول زوجي. لما جاء يوم الموعد قلت له إذا من جد تحبني وتبغاني تروح تكشف عنده. وفعلا راح وكشف وقال الدكتور في أمل بس عن طريق أطفال الأنابيب. وافقت وسويناها، وربي ما كتب حمل. وسويناها مرة ثانية بعدها ب6 شهور وبرضو ربي ما كتب حمل. وقال لي زوجي خلاص أنا تعبت نفسيا، فترة العلاج تتعب ونفسيتك كمان تعبت. قلت له خلاص هذه آخر مرة، لو أعيد عليك مرة ثانية طلقني. سويناها للمرة الأخيرة، ولما جاء موعد التحليل قبلها بيوم أخذت تحليل منزلي وحللت وطلع خطين وطرت من الفرحة. أخذت التحليل وخبيته. لما جاء زوجي من الدوام قلت له عندي لك مفاجأة بس أبغى عليها آيفون، كان توا نازل. قال لي والله لو إن المفاجأة أحملك عشان أجيب لك آيفون، كان يقولها بمسخرة. حطيت التحليل بينه وبين البيبسي وهو يأكل، تبنج. بعدها جلس يصرخ صراخ والله بيت أهله بينه وبينهم شارع. راح على رجوله يبشرهم ورجع لي على رجوله وبدون جزم الله يكرمكم، وشوف التحليل يصرخ والحمد لله جبت توأم 3 ولدين وبنوته يسوان عيوني.